انا عارفه ان حضرتك ليكي طلب كده، فحابه اسمعه منك. انا كان محطوط لمامي اللوحه اللي هي هنا عاش، فللاسف في واحد من اللي هم بيبقوا في الشارع بالليل الكاميرات جابته، خلع النحاسه على اساس ان يعني انت فاهمه الحاجات اللي بتحصل الفجر، تم سرقتها يعني سرق. تم سرقتها. فطبعا انا بطلب يعني بستاذن وزاره الثقافه لو نقدر نعمل لوحه بديله تانية بدل اللي اتسرقت اكون شاكره، لان احنا جنبنا جامعه القاهره وكل الطلبه وهم رايحين وهم جايين بيقفوا وبيعملوا بيفتحوا الكيو ار كود وبيقروا السيره الذاتيه وبيترحموا عليها. يعني مش هنقول ان مثلا 200 300 في اليوم، لكن اكون صادقه بنبقى 10 15 حد بيقف وسيرتها بتيجي وبيبقوا بيتكلموا قدام العماره وبيتمشوا. برضو حاجه من الحاجات الجميله قوي الحلوه قوي والسيره الذاتيه المكتوبه مكتوبه حلوه قوي، حتى فيها نوع من انواع القدوه. فيا ريت عزيزة أكيد على قلبك وأكيد سرقتها كانت أوي. وأنا بالنسبة لك أنا فخورة بيها جدا طبعا. ولكن أنا كمان بقول إنها امتداد لرجاء جداوي السيرة الذاتية، إن لو نقتدي بسطر فكانت لطيفة. يعني برجو لو يعملوا لي لوحة تانية أكون شاكرة جدا. إن شاء الله هيتم عمل واحدة تانية إن شاء الله في أقرب وقت إن شاء الله. نورتينا النهاردة، ميرسي يا سلمى، شرفتينا في صباح الورد الأستاذة أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة الكبيرة رجاء الجداوي. صباحك صباح الورد والفل والياسمين. صباح الفل. وانا زعلانه اني شفت دموعك النهارده يا حبيبتي، معلش مسامحاكي يا صلمى.